طبعا يا اخوي عندك مخالفه عدم الالتزام بالاجراءات الاحترازيه، والان بيصدر لك مخالفه. تفضل. طبعا احنا ننصح كل واحد قبل ما يخرج من بيته، اول حاجه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، الجوانتيات، الكمامات، الاشياء دي هذه لازم ضروري منها. अभी एक इंटरव्यू करेंगे, ठीक है? इसमें आपको अपना मास्क नीचे करना होगा, ठीक है? आपको एक एक नसीहत देंगे, आपको ऊपर करना होगा बस, ऐसे ठीक है? حالك حبيبي الحمد لله. ليش جالس هنا؟ استنى امي تعبت. طيب اوكي، ليش ما انت لابس الكمام زين؟ الله ما ادري. ما تدري؟ طيب ما دامك ما تدري، عندنا هنا احد الابطال كوفيد 19 بيحدثك عن اهميه التزامك بالكمام، ممكن تسمع منه؟ كيف حالك يا بطل؟ الله يعطيك العافية. لازم نلبس الكمامة بالشكل الصحيح بحيث تغطي الأنف والفم. ضرورة لبس الكمامة بالشكل الصحيح بحيث تغطي الأنف والفم لحمايتنا من أي شيء يجي لنا من برا إن شاء الله. تمام؟ مدة الكمامة 3 إلى 4 ساعات فقط، ثم نستبدلها بكمامة أخرى جديدة. ايوه، حاول قد ما تقدر انك ما تنزل الكمامه وتتخلص منها بعد 4 ساعات، مدتها من 2 ساعة ل4 ساعات. ايوه بعدها على طول تخلص منها. يعطيك العافيه.